كثير أهل بفكروا إنه الأولاد بالجيل الصغير صعب إنه نقرأ لهم أو نحكي معهم لأنه بفهموش كثير أشياء علينا وبستنوا لما يوصلوا لمرحلة معينة عشان يقدروا يحكوا لهم قصة ويلعبوا معهم ويطوروهم بالمجالات المختلفة، وهاي من المعتقدات الخاطئة اللي موجودة عندنا بالمجتمع اللي أجى الوقت إنه إحنا نغيرها. برنامج يافا تقرأ هو برنامج لتشجيع القراءة عند الأطفال في جيل ما قبل 3 سنوات. اشتركت في البرنامج 90 عائلة عربية يافية، أمهات أباء وأطفال في جيل السنتين. أنا بلشت أشترك بالمشروع شت يافا تقرأ، مشروع كتير كتير مهم، والأشياء اللي كانت حلوة كتير فيه إنه بعتوا كتير أشياء نقط معينة اللي الأهل ولا مرة بيفكروا إنه هذا الإشي مهم بالقراءة، إحنا من عنا بس نقرأ قصة للولد وهذا هو، وفي نقط معينة اللي إحنا ولا مرة بنفكر فيها زي كأنه كيف نقرأ القصة، أمتى نقرأ القصة، بأنه أوقات. صحيح إنه هو بس أربع لقاءات، وأنا كنت بتمنى يكون أكتر عشان كمان ابني وكمان الأولاد اللي معاي بالمجموعة كتير حبوا الإشي وكتير انجذبوا للقصة أكتر، وبسمع كمان من الإميات اللي حوالي قديش أولادهم صاروا يروحوا يختاروا القصص بدهم قصص. برنامج يافا تقرأ شمل إرشاد، تحفيز، مرافقة ودعم للأهل من أجل إحداث تغيير بعادات القراءة للأطفال في البيت.